نعم بعد الرحمن الرحيم أولا الملاحظة الهامة التي يمكن أن ننطلق منها وهي أن كل أغلب المترشحين وحتى من دعم يعني المترشح الحر عبد المجيد تبون انطلقوا في عمل جواري كبداية الحملة الانتخابية والعمل الجواري الذي تم اعتماده عليه كمرحلة أولى أعتقد ينصب في صميم حملة انتخابية خاصة أن العمل الجواري يجعل المواطن يدخل أو ينخرط في الانتخابات في مرحلة أولى وأيضا هو تحسيس أيضا بالعمل الانتخابية أهم بكثير من التجمعات وبالتالي لما نراجع المنحنى البياني في بدايته كان من خلال عمل الجواري عمل تحسيسي بالعمل الانتخابية ولاحظنا أيضا التجاوب الشعبي يعني والاحتضان الشعبي للجماهير بكل فئاته رأينا شباب نساء شباب شيوخ يعني متقاعدين نساء رجال يعني كان هناك شبه اقبال يعني واحتضان لبعض المترشحين لما خرجوا في الشوارع وفي اطار عمل الجوايه تحت الانتخابات رغم درجات الحراره المرتفعه نعم اتي الى قضيه رغم انه نعيش في فتره عطل ودرجه مرتفعه الا انه لمسنا انه هناك تجاوب شعبي لمس به ثم انتقلنا الى مرحله ثانيه وايضا في نفس الوقت يعني الى التجمعات يعني لما نلاحظ ان التجمعات التي قام بتنشيطها مرشح افافاس يعني في الولايات التي يعني نشط فيها القاعات شبه ممتلئه وهذا يعكس حرصا على انه من جهه ان الحزب سواء كان لدى الحاضرين لهذه التجمعات كمناضلين في حزب الافافاس وبالتالي يعكس أنه هذا الحزب عنده مناضلين عنده تواجد في هذه الولايات واكثر من هذا هذا يؤكد انه لما مر عتبه المسلطة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية في استمارات التوقيعات في ملف الترشح يعني هو أيضا يقر بأنه فعلا أنه هذا الحزب لديه رصيد تاريخي ولديه تواجد وانتشار وطني الآن في التجمعات كما قلت قبل قليل رغم حارة الجو في الخارج رأينا أيضا يعني حرارة المترشح في حد ذاته من خلال تجمعاته ومن خلال الكلمات وحتى من خلال يعني الوقوف والحماسة التي تطبعه وخاصة أنه هو أصغرهم مرشحا ولا يزال يعني في بداية لما أقول 40 سنة 40 سنة يعني عز يعني بداية النشاط للمرحلة لا. الشبانية أعتقد يعكس فعلا أنه المتحمس للمشهد أو الانخراط في الحملة الانتخابية وأكثر من هذا أنه في جعبته يعني أفكار و مجموعة من الاقتراحات كرؤية له كما سماه رؤية الغد تعلق بالوضع الاجتماعي الاقتصادي وغيرها من الملفات التي ممكن نفصل فيها فيما بعد